برنامج الطبيب، الواجهة الرئيسية تحتوي على شريط الأدوات وشريط القوائم هو نفسه، بس اختصار في عندي هون إضافة تخيل بيانات المريض، إضافة مختبر، إضافة دواء، إضافة الحصة الدوائية، إضافة الأمراض والتشخيص، وكل الأشياء اللي تعرضت لها إنتاج تخيل بيانات المريض. عندي مريض اسمه محمود، نقوم بتسجيل رقم تليفونه، عنوانه، تاريخ ميلاده، عمره، ومجرد ما عدلت أنا هون التاريخ راح يتعدل عمر لحاله، هو ذكر أنثى، حالة اجتماعية، نوع دمه، طبيب اللي مسجل عندي طبعا، معالج، تاريخ اليوم، مجرد ما قلت عليه راح يعطيني تاريخ اليوم، كم أنا راح آخذ منه كشفية، الخصم ممكن أسجله أنا على شكل نسبة مثلا 10% مثلا، مجرد ما كبست إنتر راح يعطيني المبلغ الإجمالي، إذا حطيت المبلغ بالدينار بدون نسبة 2 راح يعطيني خصم لحاله، وإذا حطيت 0% راح يعطيني ولا شي زي ما إحنا شايفين. راح أحط عندي أنا طبعا أسجل المعلومات هاي كلها جديد، وبعدين أدخل المعلومات، الزيارات المرضية، مجرد ما كبست هيك طبعا راح تنطفل لي على الشاشة، على أساس إحنا نسرع المشروع بتاعنا، عندنا ضفنا بيانات مريض معين، الزيارات المرضية، عامل زائد راح يضيف لي المرضى. قائمة الأعراض والأمراض والتشخيص اللي حكينا ممكن نضيف عليها ونعدل، هي نفسها الإجراء، آسف، التشخيص الأولي ممكن تعدل عليها كمان، هي نفسها تتعدل، لكن الفرق بين التشخيص الأولي وقائمة الأعراض ملاحظات الطبيب، إنه مجرد ما أنا اخترتها كبست إنتر، ضغطت على إنتر راح يعطيني ملاحظات اللي أنا ممكن أكتبها، ممكن أضيف جملة صداع حاد، ممكن أضيف أي شيء طبعا، هذا شغل الدكتور، صداع نصفي، بغض النظر شو التشخيص أو الملاحظة بتاعت الطبيب، راح أسجل الحرارة، ضغط الدم، سكر الدم، نبضات القلب، نسبة الأشبه الأكسجين، إذا عنده حساسيات معينة برضه ممكن نضيفها من هاي القائمة، زي ما إحنا هون شايفين إضافة حساسية دوائية. عندنا الزيارة القادمة، ما راح تتسجل الزيارة بموعد اليوم طبعا، إلا إذا حطينا صح صغير جنبها، راح تكون زيارته القادمة في شهر 4/2034، راح نعمل لها حفظ نفس الشيء، التشخيص والعلاجات والفحوصات. عندنا علاجات، كتبنا له علاج نختاره من القائمة، نطبع وصفة دوائية، راح نكبس على زر الطباعة، راح تطلع لنا الوصفة جاهزة للطباعة وتم طباعة، مجرد ما أعطيناها أمر طباعة من هون راح تنطبع، نختار الطابعة ونطبعها مباشرة. نفس الشيء بالنسبة للفحص المخبري، عندنا قائمة البحث، طبعا قائمة البحث هي لكافة المرضى، قائمة سريعة ممكن تختار منها، لكن إذا كان عندك عدد المرضى كثير وهذا إشي أكيد ما راح تقدر تدور القائمة هاي سريعا، لذلك انت راح تفوت على شاشة البحث عن مريض معين، راح تختار اسم المريض، راح تكتب اول حرف من اسمه مثلا، يطلع لك اسماء المرضى، احنا هنا هون مسجل المرضى اسم محمد طبعا لغاية الشرح فقط والسرعة. في عندنا كمان بحث عن موعد، موعد راح نختار احنا، مجرد ما نختار تاريخ نعدل فيه، هو لحاله راح يطلع لنا المواعيد الموجودة عندنا هون، شاشة التقارير، آسف، عندنا التقارير، تقارير مفصلة لكل شيء تقريبا إن شاء الله، عندنا نظام مستودعات بسيط يعني زي ما إحنا شايفين، طبعا الجرد راح يكون أو المستودع للمواد اللي أنا مسجلها كأدوية، بغض النظر هي دواء يؤخذ أو مستلزمات طبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.